يمكن انا كمان احد ابناء قطاع الناشئين، فانا عارف الحقيقه لما تقعد فتره طويله في قطاع الناشئين. انا قعدت حوالي 9 سنين لحد ما طلعت فريق اول من 8 سنين لحد 17. انت برضو جيت من 7 سنين تقريبا بالظبط. وابتديت تصعد السنه اللي فاتت دي اول مره. كنت اتصعدت قبلها مع مستر جوزي جوميز برضو، ونزل كان كابتن معتمد جمال قبلها، كان في كلام ان انا هتصعد وهسافر معاهم البطوله، بس اخر بطوله ولعبها بس جه مشي بعدها. بعد كده جوزي جوميز جه واتصعدت فتره، نزلت تاني لعبت ماتشات الناشئين وكده، بعدها طلعت والحمد لله من وقتها ما نزلتش تاني، يعني بقالي سنه تقريبا. مين اول واحد قال لك تعالى بقى خلاص وانضم للفريق الاول؟ مستر جوزي جوميز. جوميز شافك في ماتش ولا؟ جه اتفرج علينا كذا ماتش، وبعدها كمان انا كنت رحت المنتخب سفريه الجزائر، فبعدها كلموني وقالوا لي انت معانا. الحمد لله طلعت من ساعتها وما نزلتش يعني الحمد انتوا لله. منتخبكم كان شيتوس صح؟ اه ودلوقتي شيتوس هيمسك 2010 دلوقتي هيمسك ميكالي. 2010 دلوقتي ميكالي. اخر معسكر كنت موجود فيه منتخب؟ الحمد لله انا تاني كابتن المنتخب كمان. كمان؟ الحمد لله. مين كابتن المنتخب؟ معتز واحد من الاهلي يعني، بس الحمد لله انا التاني. بس وكمان انت كويس شاركت في كان لعبنا بطولتين وديتين شاركت فيهم، باذن الله التصفيات جايه باذن الله نعمل حاجه كويسه فيها ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمك. عارف انتوا عندكم كمان اولمبياد. ده قدامكم مشوار كبير. بس يا ستيب باي ستيب يعني، احنا باذن الله ناخد التصفيات اللي جايه دي خطوه خطوه، وباذن الله احنا جيلنا يقدر يعني يعمل حاجه ان شاء الله. ان شاء الله في حقيقه امال كبيره جدا على فريق 2005 مواليد 2005. وكمان في ناس اعتبروكوا نقول ايه محظوظين ان انتوا كلكوا مجموعه كبيره اتصعدت في الدرجه الاولى. طبعا يمكن وقف القيد ده كان حاجه بالنسبه لكم ايجابيه، لكن في نفس الوقت كانت صعوبتها ان انت ما تطلع فجاه تبقى في وش المدفع وتلاقي نفسك في مسؤوليه كبيره والجماهير، اعتقد دي بتبقى مش سهله. بالعكس بالعكس احنا ما اتفاجئناش خالص. احنا اخر فتره يعني، وانت بتبقى في ناشئين نادي الزمالك انت متعود انك في اي لحظه انت ممكن تبقى فوق، وانت بتتعب يعني اي ناشئ بيتعب وبيجتهد عشان اللحظه اللي احنا كنا فيها، فانت ما مش متفاجئ خالص. انت لعيب عندك 18 او 19 سنه، فانت طبيعي انك تبقى مكانك في الفيرست تيم. لما صعدونا الناس كمان اللي في النادي المنظومه الاداريه كل الناس ساعدونا ان احنا لا انت ده مكانكم، ده ناديكم، انتوا ولاد النادي تستحقوا اللي انتوا فيه، مفيش حاجه كتير عليكم. فكمان ده دخلنا في الاجواء اكتر وحسسنا ان احنا لا احنا مش غراب يعني، احنا في المكان ده عشان احنا نستحق. فده ساعدنا كمان ان احنا ندخل الفرقه بسرعه. انا مبسوط ان انتوا عندكم العقليه دي، واصل انت خد بالك اللعيب اللي متربي جوه نادي الزمالك لازم يكون طموحه وهدفه ان انا فريق اول. بالظبط. فبالنسبه لي مش اخر المطاف. طبعا. يعني انت مش وصلنا هنا فخلاص كده انا بقيت لعيب فريق اول، لا ده الموضوع بيبتدي بقى. بالظبط. يعني مشوار تاني.